مشاهدينا، دعونا نستعرض معكم إغلاق مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة الأمس، والبداية مع S&P 500 الذي تراجع بقرابة 1% ليستقر عند 5797 نقطة. بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي أيضا تراجع بقرابة 1% ليستقر عند 42514 نقطة. أما بالنسبة لمؤشر ناسداك المجمع تراجع بأكثر من 1.5% ليستقر عند 18276 نقطة. أما أخيرا مؤشر ناسداك 100 الذي يتكون من أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في مؤشر ناسداك المجمع تراجع ب 1.5% ليستقر عند 20066 نقطة.